التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 604، الجزء رقم 22، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية، في الصحيفة رقم 6، يقول: قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فإذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم، وذلك غير معقول، لأن الخالق هو الذي يحفظ المخلوق، أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله. هذا ما قاله الرازي الشافعي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين.